بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 37، المقصف. المقصف انت؟ كانتين المقصف كانتين. الوحدة 13، هابينت يونت. الحوار، the dialogue، شريف: هذا قلم جميل. This pen is beautiful. This pen is beautiful. من أين أشتري القلم يا طارق؟ من أين أشتري القلم يا طارق؟ Where from you brought this؟ From where I can buy I can the pen, O Tariq. from where I can buy the pen, Tariq. I can Tariq تشتري القلم من المقصف. You can buy this pen from the canteen. شريف: من مقصف المدرسة. From the school's canteen. طارق: نعم. Yes. شريف: بكم القلم. How much the price of this pen? Yes. For how much is the pen? How much is the pen? How much is the pen? القلم بعشرة قروش. The pen is 10 قروش. Entire قروش. How much? Any question? No, sir. أجب عن الأسئلة الآتية مستعينا بالصور. Answer the following question. Make helping. Making use of the pictures or taking help from the pictures. Taking help from the picture. Answer the following question. Taking help from the picture. بكم القلم. How much the pen? القلم بعشرة قروش. القلم بعشرة بيشرتي قروش قروش. بعشرة قروش. قرتي. How much the ball? or how much is one How much is the ball? How much is the ball? الكرة بتسعة قروش. تسعة قروش. بكم الورق؟ How much is paper? الورق بخمسة قروش. بخمسة قروش قروش. بكم الحبل؟ How much is the rope? الحبل بأربعة
بعد 10 كرشن Yes, كيرشن. كرشن في 10 أو ب 14 كرشن بكم الكتاب؟ الكتاب ب 10 كرشن. بخمسة عشر كرشن. ب 15 10 كرشة بكامل جرسي جرسي how much جرسوا من الجرس بكامل جرس how much is the bell الجرس ب 13 كرشن ثلاثة from 13 to 99 or from 13 to 19 numbers are منسوب always 13 to 19 19 yes 13 to 19 ب 13 كرشن استبدل كما في المثال replace like in it the example هذا قلم جميل this pen is beautiful هذا قلم جميل this pen is beautiful كرة This هذه is a beautiful pen. this is a beautiful pen هذا قلم جميل this is a beautiful pen كرة ball هذه كرة جميلة This is beautiful ball. This is a beautiful ball. هبل هذا هذا هبل جميل هذا هبل جميل هذا هبل جميل تفاحة مدرس هذا تفاحة جميلة هذه تفاحة جميلة هذه تفاحة جميلة تلميذ هذه تفاحة جميلة مدرس هذا هذا جرس جميل هذه حديقة جميلة هذا مسجد جميل هذه مكتبة جميلة هذا ملعب جميل هذه نظارة جميلة الدرس 27 ثامنه سامي والثلاثون الثامن وثلاثون الدرس الثامن وثلاثون تدريبات exercises الوحدة الثالثة عشرة أجب عن الأسئلة الآتية answer the following questions من معه قلم جميل who has beautiful pen Who has beautiful pen? You can use any name here. أحمد معه قلم جميل. من أين يشتري طارق القلم؟ Who من where from Tariq by the pen
from Tariq Mehta Film. Tariq يشتري القلم من المقصفي. بكم القلم؟ القلم بعشرة قروش. من أين بيشتغل بروشة. بعشرة قروش؟ القلم بعشرة قروش. من أين تشتري الورق؟ Where from you where from you buy From where you this? can buy the paper? Where from you can buy the paper? Or you buy, from where you buy the paper? From where you buy the paper? From where you أشتري الورق من المقصف. أشتري الورقة وقل به. أشتري الورق من المقصف. بكم كرة القدم؟ How much the football? For how much is the football? How much is the football? ठीक है, how much is the football? How much is the football? كرة القدمي كرة القدمي 14 قرشا. 14 قرشا. ماذا تشتري من المقصف؟ أشتري أشتري القلم من المقصف. قلم أشتري القلم. قلم أشتري القلم من المقصف. القلم استبدل كما في المثالين. تدريب الثاني exercise number 2. Replace comma like in the example. اشتري القلم من المقصف. اشتري القلم من المقصف. الورق. اشتري الورق من المقصف. مكتبة. اشتري الورق من المكتبة. حقيبة. اشتري الحقيبة من المكتبة. في بتاع مفعول به. حقيبة. أشتري الحقيبة من المقصف. مقصف. أشتري الحقيبة من المقصف. أشتري الحقيبة من المكتبة. أشتري الحقيبة من المكتبة. المقصف. أشتري الحقيبة من المقصف. الكرة. أشتري الكرة من المقصف. قراتا كرة. سوري. أشتري الكرة من المقصف. القلم. أشتري القلم. علامة أشتري القلم. أشتري القلم من المقصف. مقصف. أعيد repeat. 16 17 18. اقرأ الأعداد المؤدية. 9 17 4 16 18 13 5. اقرأ. قلم مقصف قروش حقيبة إراق طارق انسق قلب
لقب سبق سبق الدرس 39 الوحدة 16 تدريبات exercises تقل لم أجري الحوار كما في المثال start the dialogue like in example القلم 10 قروش من أين أشتري القلم from where you can From where no you I can buy the pen? I see, yes, from where I can buy the pen. From where I can buy the pen. I think better sentence is from where can I buy the pen? Can I buy the pen? From where can I buy the pen? Where can From where can I buy? تشتري القلم من المقصف. You can buy the pen from canteen. بكم القلم؟ How much is the pen? القلم ب10 قروش. The pen is in 10 قروش. The pen is for 10 crores. The pen is for 10 قروش. الكتاب 16 قرشا. من أين أشتري الكتاب؟ From where can I buy the book? 16 قرشا. I تشتري الكتاب 16 لا لا لا، أشتري تشتري الكتاب القلم من المقصف. تشتري القلم كتاب من المقصف بكم الكتاب؟ الكتاب 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 بستة كيرشن ب16 كيرشن. ب16 كيرشن. Number from 13 to 19 is always mansub. من أين أشتري القراطة؟ From where can I buy the ball? تشتري الكرة من المقصف بكم الكرة؟ الكرة ب15 قرشا. من أين أشتري الورقة؟ تشتري الورقة من المقصف بكم الورق؟ الورق ب5 قروش. الحبر من أين أشتري الحبلة؟ تشتري الحبلة من المقصف بكم الحبلة؟ الحبل 18
القرش، التفاحة. من أين أشتري التفاحة؟ تشتري التفاحة من المقصف. بكم التفاحة؟ التفاحة ب13 قرشا. الجرس. من أين أشتري الجرس؟ تشتري الجرس من المقصف. بكم الجرس؟ الجرس ب16 قرشا. اقرأ. تشتري 10 قروش شدة. شريفا. شد. نشأ قروش نهاشا. ضع علامة صحيحا أمام الكلمة التي فيها الحرف. put the tick, sign of tick, in front of the word which init the letter sheen. قروش 10 شجرة. قاف. مقصف عراق. ركيبة. تدريبات الكتابة. سل بين السؤال والجواب المناسب. من يشتري القلم؟ طارق يشتري القلم. ما هذا؟ هذا جاسم. بكم القلم؟ بعشرة قروش. من أين أشتري الورق؟ من المقصف. الدرس 40. المكتبة the library. الوحدة يس، وعدت الرابعة عشرة. رابع عشر. الحوار the dialogue. حسام. صباح الخير. Good morning. صلاح. صباح النور. Good morning. حسام، إلى أين تذهب؟ إلى أين تذهب؟ Where are you going؟ صلاح، أذهب إلى المكتب. I am going to the library. حسام، ماذا تقرأ في المكتبة؟ ماذا تقرأ في المكتبة؟ What are you reading in the library? What do you read in the library? What do you read? What do you read in the library? Read in the library. Salah. أقرأ قصة. I am reading a story. Yes, I read a story. I read a story. سلام، هل أنت ذاهب إلى المكتبة يا حسام؟ Are you going to the library, حسام؟ حسام، لا، أنا ذاهب إلى الفصل. No, I am going to the classroom. عندي درس حساب. I have
mathematics lesson. Yes, I have a mathematics lesson. Mathematics lesson. حسام، إلى اللقاء في الاستراحة. جودة، إلى اللقاء في الاستراحة. We will meet in the In the recess, rest. in the break. In the break. We will meet in the break. إلى Or اللقاء. see you later in the break. In the break. See you later. التدريب الأول. أجب عن الأسئلة الآتية مستعينا بما تسمع في السؤال. Answer about the questions. Following questions. Yeah, About the answer the question. following questions, making مستعين. use of what you hear or making use of the pictures. Making Making use of what you hear, what you listen. to you here. Taking help from what you hear. Here. Picture. مدرس، إلى أين تذهب؟ Where are you going؟ أذهب إلى المكتبة. I went to the library. So I am going to the I'm library. going. I am going to the library. إلى أين تذهب؟ Where are you going؟ Where are you going؟ أذهب إلى المسجد. I am going to the mosque. إلى أين تذهب؟ Where are you going؟ أنا أذهب إلى الملعب. Sorry. Repeat. ملعب؟ نعم. Yes, my love. Oh, classroom at this. Classroom. I am sorry. أذهب إلى الفصل. إلى أين تذهب؟ أذهب إلى الملعب. إلى أين تذهب؟ أذهب إلى الحديقة. استبدل كما في المثالين. Replace like in it example. عندي درس. I have lesson. مثال الأول هو عنده درس. He have listen. He has a lesson, okay? Yes. He has listen. Yes. Listen. مثال الثاني استراحة. عنده استراحة. He has break. Yeah. عندها استراحة. She has read كتاب. عندها كتاب. She has book. أنت عندك كتاب. You have book. كرة. عندك كرة. You have ball. أنت عندك كرة. You have ball. عندك كرة. You have ball. درس. عندك درس. عندي درس. I have lesson. यही तक ठीक है सर.
जी यही तक करें। चलो ठीक है।